اوكي طلاب، اليوم راح ناخذ ان شاء الله الشابتر السادس اللي هو الاوبن ميثودز. طبعا بالفصل الخامس اخذنا طرق البراكتنج، البراكتنج ميثود. شنو كان الغرض من الفصل الخامس؟ الغرض من عنده كان ايجاد قيم الاكس اللي تجعل المعادلة تساوي صفر، يعني بالمختصر إيجاد الجذور، إيجاد جذور المعادلة. لكن مثل ما لاحظنا بالفصل الخامس أنه قيمة الـ X اللي تجعل المعادلة تساوي صفر كانت محصورة بانترفال، يعني بالسؤال تعطى المعادلة وتعطى انترفال، فبالتالي هذه الانترفال هي من خلالها موجود الروت اللي يجعل المعادلة تساوي صفر. وهذه طريقة البراكتنج ميثود. أما بالنسبة لطريقة الأوبن ميثود، طبعا هي أيضا طريقة تستخدم لإيجاد جذور المعادلات، لكن الفرق ما بين البراكتينج والأوبن ميثود هو أنه بالأوبن ما راح تكون محدد بانترفال معينة، يعني ما يعطيك بالسؤال انترفال ويذكر لك أنه قيمة الأكس اللي تجعل المعادلة تساوي صفر موجودة ضمن هذا الانترفال. هنا بهالحالة تسمى طريقة open methods. طبعا بالبراكتنج methods مثل ما لاحظنا انه كلما نزيد عدد المحاولات لاحظ انه قيمة الاكس اللي نوجدها اللي هي التقريبية راح تقترب من القيمة الحقيقية اللي تجعل المعادلة تساوي صفر. وهذه الطريقة تسمى الكونفرجينج، الاقتراب، الكونفرجينج عفوا. اما بالنسبة لطريقة الاوبن methods مثل ما ذكرنا ما راح تكون مقيد ضمن فترة معينة، ممكن انه يعطيك فقط initial value بالنسبة للاكس وعلى اساسه تبدي تحل السؤال. بالنسبة لطريقة الاوبن ميثود مو بالضرورة راح يكون هنالك تقارب لقيمة الروت اللي تجعل المعادلة تساوي صفر، يعني من ينطيك قيمة الاكس initial x تشتغل عليها على المعادلة ممكن انه قيمة الاكس النيو اللي راح توجدها ممكن راح تبتعد اكثر عن قيمة الروت الحقيقي اللي يجعل المعادلة تساوي صفر. من تكرر المعادلة، من تكرر المحاولة عفوا بعد مرة ممكن يبتعد اكثر وهكذا. هذه الطريقة تسمى الدايفرجنت، الابتعاد او التشتت عن القيمة الحقيقية بالنسبة للاكس. طيب إذا بهالحالة ليش نلجأ إلى طرق الأوبن ميثودز؟ لماذا نلجأ إلى طرق الأوبن ميثودز في حالة أنه إذا كانت هذه الطريقة ممكن أنه تعطينا حل مو صحيح، ممكن أنه يكون بعيد عن الحل المنطقي لقيمة الأكس اللي تجعل المعادلة تساوي صفر؟ بالنسبة للأوبن ميثودز إذا صار بها كونفرجينج، إذا بدأ كونفرجينج بهالحالة راح يصير الكونفرجينج بشكل أسرع مما موجود بالبراكتنج ميثودز. واضح طلاب؟ اعيدها، يعني بالاوبن ميثودز ممكن يكون دايفرجنت. ليش هذا الدايفرجنت؟ لانه انت ما تعرف قيمه الاكس وين تقع، يعني ما منطيك انترفال من خلالها محددك انه قيمه الاكس موجوده ضمن هذا الانترفال، لا هنا القيم مفتوحه، فقط ينطيك قيمه الاكس انيشال اكس وتشتغل على اساسها. فبالتالي من الممكن انه يكون هناك ابتعاد عن القيمة الصحيحية. اوكي؟ ابتعاد عن القيمة الحقيقية عفوا. بالنسبة للاكس اللي تجعل قيمة المعادلة تساوي صفر. أما إذا الحل مالتك، خطوات الحل مالتك صحيحة، والاكس اللي مختارها صحيحة كانيشال جيس، فبالتالي إذا صار كونفرجينج بطريقة الأوبن ميثودز، بهالحالة راح يكون الكونفرجينج بشكل أسرع. يعني شنو معناته؟ معناتها يعني ممكن بالبراكتنج ميثود تسوي عدد محاولات 7 أو 8 لحد ما توصل إلى قيمة تقريبية بالنسبة للإكس مقاربة إلى القيمة الحقيقية اللي تجعل المعادلة تساوي صفر. أما بالنسبة للأوبن ميثود في حالة إذا بدأ الكونفرجينج بهذه الطريقة ممكن يكون خلال 3 أو 4 محاولات وتوجد قيمة الإكس التقريبية اللي تجعل المعادلة تساوي صفر. هذه هي طريقة الأوبن ميثودز. طبعا هناك العديد من
الطرق اللي تستخدم طريقة الأوبن ميثودز. احنا بهذا الفصل راح ناخذ يعني اشهر طريقتين، اللي هي الطريقة الاولى فيكست سمبل فيكست اتيريشن ميثود. طبعا هنا طلاب بالمناسبة هذا تشابتر 6 وليس 7. اوكي، الطريقة الاولى ايجاد الجذور بالاوبن ميثودز هو السمبل فيكست اتيريشن ميثودز، simple fixed iteration method، أو تسمى ال one point iteration، أو تسمى ال successive substitution، لها عدة تسميات. طيب طبعا طريقة الحل بهذه الطريقة، أول شيء راح تجيك معادلة f of x تساوي صفر، تعطى بالسؤال معادلة f of x تساوي صفر، كأنها تكون معادلة من الدرجة الثانية أو الثالثة، لوغاريتمية إلى آخره، دوال مثلثية إلى آخره، جميع أنواع الدوال تجيك بصيغة function of x تساوينا صفر. فإحنا راح نوجد قيمة x اللي راح تجعل هذه المعادلة صحيحة، معناتها صحيحة معناتها تساوينا صفر. طيب ممكن أنه يعطيك initial guess بالسؤال، يعني يعطيك قيمة x initial على أساس تبدي الحل، وممكن أنت تأخذ قيمة initial وتبدي على أساس تحل، ممكن أنه تأخذ صفر أو واحد، هذا اللي متعارف عليه. في حالة أنه إذا أجت المعادلة بهذا الشكل بالسؤال function of x تساوي صفر بطريقة الـ simple fixed iteration method، شو راح نسوي؟ راح يكون عندنا راح نسوي modification بالنسبة للـ function of x. شلون بهالحالة؟ راح نغير الفانكشن اوف اكس تساوي صفر الى صيغه جديده اللي هي اكس تساوي جي اوف اكس، يعني نرتب المعادله فانكشن اوف اكس بحيث نخلي اكس بالطرف الايسر يساوي لنا ما تبقى من المعادله على حسب المعادله اللي تعطى بالسؤال، على حسب المعادله اللي تعطى بالسؤال. طبعا بهالحاله شو راح نحولها، شو راح تكون اكس تساوي جي اوف اكس؟ هنا طبعا الجي اوف اكس طبعا تختلف، ما معناه انه داله جديده صارت عندنا تختلف عن الفانكشن اوف اكس بسبب المانيبوليتنج اللي صار هنا. طيب هسه كيفيه الحصول على المعادله رقم واحد، كيفيه انه نضع الاكس بطرف ايسر وبقيه المعادله بالطرف الايمن. اما يصير هذه الطريقه اما عن طريق الالجبريك مانيبوليشن، يعني شنو معناتها manipulation؟ معناتها نتلاعب بالمعادلة الفانكشن اوف اكس، نجي نرتبها نعدلها بحيث نخلي قيمة اكس على الطرف الايسر وباقي الحدود بالطرف الايمن. او اذا ما قدرنا بهالحالة، ما قدرنا انه نفصل اكس عن الدالة ونخليها بالطرف الايسر، ما قدرنا، راح نلجأ الى انه نضيف اكس لكلا الطرفين. يعني بهالحالة نفرض انه الفانكشن اوف اكس هنا تساوي صفر، ما قدرنا انه نطلع قيمة اكس الى الطرف الايسر، اوكي، فبهالحالة ايش راح نسوي؟ راح نضيف للطرفين اكس، راح يصير اكس زائد فانكشن اوف اكس تساوي اكس، ما غيرنا بشيء المعادلة، اوكي، بس مجرد تلاعب بسيط. فاذا طريقتين حتى نحصل على المعادلة رقم واحد، الطريقة الأولى نسوي تعديل للمعادلة وترتيب، والطريقة الثانية بإضافة X إلى كلا الطرفين. يعني على سبيل المثال لاحظ هذه المعادلة اللي هي من الدرجة الثانية X تربيع. طلاب صوت واضح؟ ألو؟ واضح. أوكي، عندنا هذه المعادلة اللي هي من الدرجة الثانية x تربيع ناقصا 2x زائدا 3 تساوي صفر. عندنا هذه المعادله طبعا هي function of x، هنا بهالحاله هذه هي function of x تساوي صفر، اذا هي هذه صيغتها، فبالتالي راح نحولها الى هذا الشكل، الى شكل رقم واحد. طبعا لاحظ انه هذه المعادله بسيطه، ومن الممكن انه ناخذ قيمه الاكس ونضعها بالطرف الايسر وباقي حدود المعادله نضعها بالطرف الايمن. ممكن انه ناخذ هذا الاكس، ايش راح يصير هنا بعد المانيبوليتد؟ طبعا راح يصير اكس تساوي لنا اكس تربيع زائد 3 على 2،
اكس تربيع زائد 3 على 2. او طبعا ممكن تسوي لها مانيبوليتنج جديد انت حسب اللي تريده. يعني هنا ممكن تقول اكس تربيع راح تساوي شنو؟ راح تساوي 2 اكس ناقصا 3، مو صحيح؟ وممكن تقول انه اذا الاكس راح تساوي لنا جذر هذا المقدار، جذر 2 اكس ناقصا 3. حسب اللي تقدر له انت بالتعديل او التلاعب بالمعادله. لكن احنا عندنا شرط هسه راح ناخذ ان شاء الله، نعرف انه شلون راح نعرف انه هذا الموديفيكيشن اللي صار على المعادله صحيح. اوكي طيب، اذا هذه معادله بسيطه من خلالها وجدنا قيمه للاكس بدلاله باقي المعاملات. اذا صارت هنا الاكس تساوي جي اوف اكس، هذه هي الجي اوف اكس، معناتها صار عندنا معادله جديده. طيب في حاله انه اذا اجتنا دوال مثلثيه ساين كوساين تان الى اخره، على سبيل المثال عندنا سؤال بانه الداله راح تكون ساين اكس تساوي صفر، هنا بهالحاله ما نقدر نفصل الاكس عن باقي المعادله، صحيح؟ فبالتالي ايش راح نسوي؟ راح نضيف اكس الى الطرف الايسر واكس الى الطرف الايمن حتى تكون الصيغه مشابهه لمعادله رقم واحد. واضح طلاب؟ طيب طبعا ايش راح يصير هنا؟ من حولنا صيغه الداله اللي هي فانكشن اوف اكس تساوي صفر الى المعادله رقم واحد، هنا أنا راح نبدي هسه نسوي الاتريشن. نبدي بالانيشال جيس اللي هي على سبيل المثال 0 1 او الى اخره من القيم ممكن انه تعطى بالسؤال، وممكن انه انت تقترح انيشال جيس وتشتغل عليها. واضح؟ من تعوض الانيشال جيس راح تطلع لك اكس جديده، اكس نيو جديده، وبالتالي راح تتكرر المعامله المعادله عفوا ريبيتد، العمليه راح تتكرر ريبيتد، تاخذ الاكس نيو اللي وجدتها تعوضها من جديد بالمعادله، تستخرج قيمة X جديدة، وهكذا تستمر لحد ما نوصل إلى أنه نسبة الإيرار Approximated Error اللي راح نأخذه بعد قليل راح يكون قليل جدا. فبالتالي بهالحالة قيمة X اقتربت من الجذر الحقيقي للمعادلة. طيب طبعا هذا هو Approximate Error، من خلاله نعرف أنه يعني متى نتوقف بالحل. Approximate Error بهالحالة راح يكون x الاي زائد واحد، معناتها الاكس نيو ناقصا الاكس اولد على الاكس نيو طبعا المطلق مضروبه في 100%. هذا هو الشرط اللي عنده نقدر انه نتوقف او ممكن انه نستمر بالحل. طيب عندنا هنا ملاحظه مهمه جدا، احنا مو ذكرنا قبل قليل مع هذه المعادله اللي هي x تربيع ناقص 2x زائد 3، يعني لاحظنا انه نقدر نسوي تعديلات اثنين، ممكن نحصل كل تعديل معادله تختلف. واضح؟ فشنو اللي يحكمنا؟ شنو الكونديشن؟ هذا هو الكونديشن اللي يحكمنا. هذا هو الكونديشن اللي يحكمنا. الكونديشن اللي يحكمنا انه في حاله انه انت سويت تعديل المعادله وحصلت انه x تساوي جي اوف x، شو كنت تعرف انه هذه المعادله اللي هي جي اوف x صحيحه وعلى اساسها تشتغل؟ راح تطبق الشرط، الشرط شو يقول؟ تاخذ الجي اوف اكس، تاخذ الجي اوف اكس اللي وجدتها بعد ترتيب المعادله الاصليه، تاخذها وتشتقها، تاخذها وتشتقها، من تشتقها تعوض الانيشال جيس بها. واضح؟ اذا كان الناتج اقل او يساوي الواحد، اذا كان المطلق عفوا، اذا كان مطلق الناتج اقل او يساوي الواحد، اذا المعادله اللي وجدتها انت اللي رتبتها انت ووجدتها اذا صحيحه وتقدر تستمر بالحل. اما اذا الشرط هذا ما تحقق لا، تسوي تعديل جديد للمعادله. واضح ولا؟ اعيدها. احنا بالسؤال تجينا فانكشن اوف اكس تساوي صفر. نسوي لها ترتيب وتعديل بحيث تكون اكس بالطرف الايسر وجي اوف اكس بالطرف الايمن، ما تبقى من المعادله هو يعتبر جي اوف اكس. حتى نعرف انه هذا ترتيبنا صحيح، ناخذ الجي اوف اكس نشتقها، نشتقها ونعوض بها الانيشيال اللي معطات او بالسؤال او انت اللي تفرضها في حاله انه ما اعطاها بالسؤال. نعوض بها الانيشيال اكس، اذا وجدنا انه الناتج صار اقل او يساوي الواحد، طبعا المطلق مالته اقل او يساوي واحد، اذا
صيغة المعادلة اللي وجدناها احنا بعد الترتيب اذا صحيحة ونستمر بالحل، واذا مو صحيحة نسوي مانيبوليتنج جديد ونحل على اساسه. طيب عندنا هذا مثال راح نطبق عليه طريقة الفيكست اتريشن ميثود. Use simple fixed point iteration to locate the roots of function of x تساوي e to minus x ناقصا ال x. Starting with initial guess x not تساوي صفر. هنا أنا منطيق المعادلة ومنطيق قيمة ال initial guess. طبعا هنا أنا بما أنه locate the root يريد من أدنى أنه نحدد الروت، إذا معناته أنه ال function of x هنا تساوي صفر. يجب أن تساوي صفر حتى نحدد قيمة x. إذا معناته شنو؟ e to minus x ناقصاً x هي اللي تساوي صفر. إذا هذه هي function of x تساوي صفر. شو نسوي أول خطوة؟ شو نسوي؟ نسوي manipulate. بالضبط manipulating. نقدر هنا بكل سهولة نفصل x. ليش؟ لأنه هنا x موجودة هي أصلاً منفصلة، فراح تصير المعادلة الجديدة اللي إحنا وجدناها أو اللي إحنا رتبناها x تساوي e to minus x. هذه هي المعادلة الجديدة، واضح؟ طبعا نطبق الشرط حتى نعرف انه هل هو هذا الترتيب صحيح ام لا. نشتق هذا المقدار، اشتقاق ايش راح يصير؟ ناقصا e to minus x، ونعوض الانيشال جيس اللي هي صفر. e للصفر واحد، اذا minus واحد، مطلق الماينس واحد أكبر أو يساوي واحد، إذن الحل مالتنا صحيح. إذن الحل أو الترتيب بالنسبة للمعادلة صحيح، إذن نكمل الحل مالتنا. إذن صارت عندنا هذه المعادلة x تساوينا e to minus x هو الترتيب الجديد، هذه هي g of x. طيب الانيشال منطينا إياها x not تساوينا صفر، نجي ناخذ الانيشال guess ونعوضها بالدالة حتى نطلع نيو جديدة، اكس نيو جديدة. ايش راح تصير من نعوض الصفر هنا؟ اي تو ماينس صفر واحد، اذا الاكس نيو راح تصير واحد، واضح؟ الاكس بالمحاولة الاولى راح تصير واحد، واضح؟ طيب هنا ايش قد نسبة الايرور حتى نحسب نسبة الايرور؟ اكس نيو ناقصا اكس الاولد على الاكس نيو. الاكس نيو هي واحد والاكس اولد صفر، اذا واحد ناقصا صفر واحد على واحد، اذا معناتها 100%، اذا الايرور هنا 100%. اوكي، اذا يجب نحاول محاوله جديده. طيب ناخذ ايش راح نسوي هسه؟ ناخذ قيمه الواحد اللي هي نيو اللي وجدناها الاكس، نعوضها بالداله اي تو ماينس واحد. اي تو ماينس واحد يطلع لنا هذا المقدار اللي هو 0.367879، هذه الاكس نيو الجديده. نطلع الايرور الابروكسيميت ايرور الجديد، ايش راح يصير؟ اكس نيو اللي هو هذا المقدار ناقصا الاكس اولد، صارت الاكس اولد هي واحد، الانيشال خلص بعد بس مجرد بدايه الحل، على الاكس النيو، فصارت شوفوا قيمه المقدار هنا بالنسبه للايرور صار اكبر من ال 100%، 171%، واضح؟ طيب ناخذ الاكس نيو الجديده اللي هي هذه، صارت هي الاولد ونعوضها بالداله، وهكذا من نعوض هذه القيمه بالداله راح يطلع لنا اكس نيو جديد اللي هي 0.962291، ونطلع ابروكسيميت ايرور راح يصير اكس نيو ناقصا اكس الاولد على الاكس نيو، وهكذا استمر. واضح طلاب؟ بعدها من وجدنا الاكس هذه نعوضها ايضا بالمعادله، وهكذا تستمر الطريقه. نطلع اكس جديده، اكس نيو اكس نيو، لحد ما يكون الايرور حسب الرينج اللي نريده. ممكن انه هو يحددنا برينج، وممكن انه نشوف انه قيم الاكس اللي لاحظ هنا بالمحاوله التاسعه والعاشره يعني كانه اقترب من بعض، هنا 0.57 0.56، وهنا نسبه الايرور صارت 1%. اوكي، اذا هنا بهالحاله ممكن انه نقول الحل هنا في الحالة صحيح. إذن قيمة الروت بالنسبة للمعادلة راح يكون 0.564878 879 عفوا.
ممكن تكمل بالإتريشن. شوفوا مثل ما قلت لكم طلاب، ممكن هنا، ممكن بهذه الطريقة قيمة الأكس ما نوجدها بسرعة بالمحاولات، وممكن أصلا نبتعد عن الحل الصحيح. هذه خصائص هذه الطريقة. لكن في حالة إذا بدأ الاقتراب، في حالة أنه بدأ الاقتراب مباشرة، راح يصير بشكل أسرع من البراكيتينج ميثود. ممكن بخطوتين أو ثلاثة ينتهي الحل، وقيمة الأكس الأخيرة اللي وجدناها، أكس نيو الأخيرة، هي تكون قيمة الروت اللي تجعل المعادلة تساوي صفر. واضح طلاب؟ طبعا هنا بالمناسبة، اوكي ان شاء الله واضح. طبعا هنا بالمناسبة طلاب، هذا الاكزامبل ممكن انه تسوي له تحوير، يعني ممكن ما تختار هذه، ممكن ما تقول انه قيمة الاكس تساوي لنا اي تو ماينس اكس. اوكي، هي مو هذه الدالة تساوي صفر. ممكن تضيف يعني لن للطرفين حتى تلغي الاكس الاكسبوننشال، فايش راح يصير؟ راح يصير ناقص الاكس ناقصا لن الاكس وهكذا، ومن خلالها راح طلع الاكس بدلاله لن اف اكس وهكذا، حسب الترتيب اللي انت يعني تشوفه مناسب لك، لكن بشرط انه هذه الملاحظه عفوا تطبق، الملاحظه هذه تكون صحيحه وتطبق. طيب هذا هوم ورك بالنسبه لطريقه الفيكس بوينت اتريشن ميثود، اللي هو ايضا بسيط. طبعا بالمناسبه طلاب، اكو العديد من الاسئله اللي يحب يعني موجوده على اليوتيوب، موجوده بشكل نوتس انا بالمناسبه ذكرت لكم انه راح ارسل لكم كتاب، ما اعرف ارسلته او لا، اللي هو خاص بالماده التحليلات العدديه، ما اعرف ارسلته او لا. يمكن ما ارسلته دكتور. ما ارسلته، اوكي انا ارسل لكم. لكن يعني شنو اللي اريده من عندكم طلاب؟ انا المحاضرات عفوا مبسطه لكم، يعني هي موجوده بالكتاب لكن ممكن شويه اعقد، اوكي اكثر تعقيد، ما يشرح لك اياها بهالطريقه. فاني ببسطها لك، يعني منطيك الشيء اللي يفيدك فقط، لكن ممكن انه تستفاد من اسئله نهايه الكتاب اذا تحب تحلها. فان شاء الله يعني ارسلها لكم، ارسل لكم الكتاب. اي والله. طيب دكتور ممنونين منك. لا العفو، لا لا هذا واجبي، لا هذا واجبي، ان شاء الله ارسل لكم. طيب هسه راح ناخذ الطريقه الثانيه. مثل ما ذكرنا احنا راح ناخذ طريقتين بالاوبن ميثودز اللي هي تعتبر اشهر الطرق اللي موجوده. الطريقه الثانيه وهي طبعا اكثر شهره من طريقه الفيكس بوينت اتريشن ميثود، هذه معروفه على نطاق واسع، اللي هي طريقه النيوتن رافسون ميثود. طريقه نيوتن رافسون ميثود طبعا هي طريقه جدا بسيطه لكن جدا مشهوره. اوكي، طبعا متكونه من قانون واحد يحكمها، وعلى هالاساس، على هذا القانون تحل اي سؤال من اسئله الاوبن ميثودز. واضح طلاب؟ طبعا القانون بكل بساطه، الاكس نيو جديده اكس اي زائد 1 تساوي الاكس الاولد او الاكس انيشال في حاله انه اول خطوه بالحل، الاكس انيشال ناقصا شنو؟ ناقصا الداله، ناقصا فانكشن اوف اكس اي الداله على مشتقة الدالة عند الاكس اولد. واضح؟ اكس نيو تساوي الاكس اولد ناقصا بالبسط الدالة، قيمة الدالة عند الاكس اولد على مشتقة الدالة عند الاكس اولد. هذه هي معادلة نيوتن رافسون. طبعا هنا شوفوا الطلاب، راح ناخذ نفس الـ المثال اللي اخذناه بطريقة الفيكست بوينت اتريشن ميثود، ونلاحظ هنا ما يحتاج انه نسوي مانيبوليتنج وتضع قيمه الاكس بدلاله حسب، لانه كل طريقه لها خطواتها المعينه. طيب هنا بهذا السؤال اللي هو عندنا، هذه هي الداله اي تو ماينس اكس ناقصا اكس، وعندنا انيشال جيس. اوكي، فلو نجي نطبق هذا المثال، عفوا القانون، على المثال ايش راح يصير؟ الاكس انيشال عندنا اللي هي صفر، وعندنا قيمه الداله، يبقى عندنا بالخطوه الاولى انه نشتق الداله ونعوض قيمه الانيشال جيس بها حتى نجد اول نيو، اول اكس نيو. المشتقه الاولى طبعا هي ماينس اي تو ماينس اكس ناقصا واحد، نشتق هذه المعادله
اوكي، ونعوض بها قيمة الاكس initial x. فهذه هي الصيغة راح تكون طبعا طلاب، هذه هي الصيغة الاكس نيو تساوي ان الاكس اولد. شوفوا هنا طلاب ما معوض مباشرة، هنا انا مسوي فد فورمولا، لاحظ هنا مسوي فد فورمولا حتى مباشرة تجي القيمة، انت من توجدها مباشرة تعوضها بهذه الفورمولا، ما يحتاج كل شوية تشتق وتعوض. اوكي، للتبسيط يعني لسرعة الحل. فاذا صارت الصيغة x new تساوي x old هي x i ناقصا e to minus x i ناقصا x i اللي هي تمثل المعادلة function of x i على مشتقتها اللي هي minus e to minus x ناقصا 1. هسا من نبدأ من الانيشال اللي هي x تساوي 0، نعوض قيمة x تساوي 0 بالمعادلة، هذه 0 ناقصا e to minus x 0 واحد عفوا ناقصا صفر واحد على ناقصا اي تو ماينس اكس اللي هي واحد، مو اي تو ماينس اي تو ماينس صفر، اي عفوا اي تو ماينس صفر واحد ناقصا ناقصا واحد ناقصا واحد ناقصا اثنين، مو صحيح ناقصا اثنين، اذا صارت واحد على اثنين، واحد على ناقصا اثنين في السالب، هذه صارت نصف، إذن صارت نصف، إذن الاكس نيو صارت نصف. والايرور نفس القانون اللي قبل شوية استخدمناه اللي هو الاكس نيو ناقصا الاكس اولد على الاكس نيو. الاكس نيو هي 0.5 ناقصا الاولد اللي هي صفر على على النيو اللي هي 0.5، إذن الايرور بأول خطوة أكيد 100%. طيب إذن ال 0.5 هي اللي صارت الاولد، صارت old حتى نوجد قيمة new جديدة للx، يعني راح ناخذ ال 0.5 نعوضها بالمعادلة هذه ونوجد قيمة new جديدة اللي هي راح تكون 0.56631، وأيضا نوجد ال error راح يكون الx new اللي هي 0.56631 ناقصا الx old اللي هي 0.5 على الx new المطلق مالتها. طبعا هنا شوف ال error، شوف ال error مباشرة يعني نزل من 100% إلى 11.9%. ناخذ هذه القيمه الجديده راح تكون هي الاكس اولد حتى نستخرج قيمه اكس نيو جديده، وهكذا من نعوض هذه القيمه بالهذه الداله راح نوجد قيمه نيو جديده اللي هي 0.56714. شوفوا الايرور هنا ايش قد صار، 1.46% في 10 اس ناقصا 3. شوف طلاب الايرور جدا قليل صار بالمحاوله الرابعه، طبعا المحاولة الثالثة هي، لأن هذه المحاولة الأولى ما تعتبر لأن هي initial guess. أوكي، بعدها شوف طلاب من ناخذ هذه القيمة، من ناخذ هذه القيمة ونعوضها بالدالة ايش راح يصير؟ راح يصير انه شوفوا قيمة الايرور تساوي صفر. ليش؟ معناته انه هذه الاكس نيو اللي عفوا الاكس نيو وبعدها صارت هي اكس اولد حتى نطلع اكس نيو جديدة، اخذنا قيمة ال 0.56714 عوضناها بالدالة، من عوضناها بالدالة طلعت لنا الاكس نيو جديدة ايضا قيمتها 0.56714. اذا يعني كأنه طلعت قيمة دقيقة وليست تقريبية، طلعت قيمة دقيقة للروت، لانه الايرور هنا صار صفر، صفر ايرور، اذا هنا قيمة دقيقة بالنسبة للروت اوف ذا ايكويشن. هذه الطريقة طبعاً طلاب جداً مشهورة وجداً معروفة ولاحظها بأغلب كتب التحليلات العددية، طريقة النيوتن رافسون ميثود، وهي طريقة طبعاً جداً بسيطة تعتمد على قانون واحد. أوكي، مجرد أنه ينطيك بالسؤال المعادلة والإنيشال جيس، إذن كل شيء صار موجود عندك، المعادلة تشتقها لأنه تحتاج المشتقة وقيمة الإنيشال جيس. واضح طلاب؟ واضح دكتور راشديدك. أستاذ يعني نوقف بالحل من توصل لنسبة صفر أو واحد تقريبا؟ لا لا مو شرط، مو شرط زينب، حسب الايرور اللي محدده هو. أوكي، أو إذا ما حدد ايرور ممكن أنه تكون إذا وصلت 3 أو 2% أو 4% هذه نسبة مقبولة طبعا الايرور، لأنه إحنا الحل مالتنا تقريبي. واضح؟ هذا المثال، نعم هذا المثال حالة خاصة
وصل الايرر صفر. انت لحد ال 5%، فما دون 5 4 3 2 1، هذه كلها يعني تعتبر acceptable. واضح طلاب؟ واضح استاذ. طيب طبعا ايضا هنا عندنا فد هوم وورك بالنسبه للنيوتن رافسون ميثود، وان شاء الله ان شاء الله يعني اليوم ارسله بالنسبه للكتاب ارسله بالليل ان شاء الله، لانه الند حاليا صراحه ما اقدر ارفع شيء، فان شاء الله بالليل ارسله لكم الكتاب. طيب هسه ان شاء الله بالنسبه لطلاب لي لمحاضره الطاقه الشمسيه والرياحانيه، يعني بلغت رونق، بلغكم انه بصراحه يعني بسبب اللود اللي علي ما اقدر احضر بصراحه، فممكن اذا تشوفوا لي فد موعد للمحاضره بهذه الايام، وحددوا لي موعد للامتحان. نعم محمد. أقول عادي دكتور، سهلة إن شاء الله، يعني نقدر نشوف موعد ثاني مثلا بالأيام العادية، اوكي الأيام اوكي اللي بارك الله. يعني إذا نعم ماكو الثلاثاء نشوف نعم غير يوم. بارك الله بكم، بارك الله بكم. وايضا شوفوا لي في اليوم امتحنكم به ان شاء الله، يعني بماده الطاقه الشمسيه والرياح، امتحنكم فد كويز بماده الرياح على الاقل، حتى تكون عندنا فد مواد او عفوا درجات لكم. ما اريد امتحنكم فقط واحد امتحان واحد او اثنين، و يعني يصير لود عليكم او تنضغطون. اوكي طلاب، فيعني اتفقوا رجاء ورجعوا لي خبر هذا الموضوع، الامتحان والمحاضره. والامتحان طبعا اهم، لانه المحاضرات صراحه الحمد لله ماشيين بها، لكن حتى نكمل على الاقل شابتر 5 وصلنا، او 4 بالنسبه للويند انرجي، شابتر 4 اتصور. نعم تمام، إن شاء الله سهلة دكتور، إن شاء الله نحدد موعد ونرد لك خبر. ان شاء الله. اوكي خلينا نوقف التسجيل.